كان مالي بس، كان مالي بحنين وليلى، أنا كنت في حالي. هما اللي دخلوا بيتي من ورايا. يعني معقولة ربيع عارفك أكتر منك؟ آه. مش هي اللي جابتهم هنا؟ آه. حلو، تبقى هي عارفة إن بيتك أكتر مكان أمان لحنين وليلى الصغيرة، مش محتاجة تفكير. ربنا جعلك أشياء يتعلقوا بيها، بس تخسر فيهم أشياء. أصل أنا بصراحة بقى أنا قلقان عليهم، قلقان ليلى دي ما أقدرش أسيبها في الشارع. عايز أنزل أشوف هما فين. بنات غلابة قوي، عاملين زي ورد وجينيفر. جينيفر أنا سبتها في المستشفى ولا اطمنت عليها؟ ما تسيبش البنات الغلابة دول لوحدهم يا فرح. أعمل إيه؟ اعمل اللي أنا كنت هعمله لو أنا كنت موجود.